تمام قلت لي بتعمل لي زي التركيب الشبكي اللي بيتحط فيه البريكن دول ثلاث حاجات او ثلاث مكونات بتوع الاسترول اي اورجن او اي جلاند بقول لكم اهو الهيستولوجيكالي تي سول استروما عند بريكن استروما عند ايه بريكن خلاص استروما اللي هو الهيكل دي بتاع جوجل سواء كان في الليفر في السبلين في البنكرياس ماشي يا اولاد في اي سليفر جلاند في اي ليمف نود كل ده يعني نفس الفكره صح بتغير من حته لحته على حسب الشكل وعلى حسب الوظيفه ولكن نفس الفكره ان هو ده في استروما بريكما الاستروما دايما بتبقى ثلاث حاجات بتبقى ثلاث ايه؟ اللي قاعدين ورا ونايمين اللي قاعد ورا ونايم اصحى معايا ثلاث حاجات اول حاجه الكبسول من بره ده كونكتد تيشو معموله من كولاج فايبر ممكن يبقى فيها شويه الاستيك فايبر زياده ممكن يبقى فيها فلوس مصر فايبر زياده على حسب بقى ممكن تبقى زنك ممكن تبقى زن على حسب ايه المكان دورش الريتيكولار دي ماشي تاني حاجه عندي الكبسول دي من بره بتعمل غلاف خارجي تروح بعتك جوه حاجه اسمها كونكتيف تيشو تراميكلي او سيبتا معموله من كونكتيف تيشو فايدتها انها بيديفاين الانتير بتاع الاورجن النمبر اوف لوبز اند ريجيونز او الباتني وهي دي اللي بيمشي فيها البلاد فيزلز والنيرفز ماشي يبقى لازم في شعره جوه تمشي فيها البلاد فيزلز والنيرفز وتالت حاجه اللي هي الفكره فريم ورك اللي موجوده جوه اللوبيولز او جوه يعني الانتيريور وده معمول من التيكلا فايبر او التيكلا كونكتيف تيشو زمان في كونكتيف تيشو كنا خدنا انواع الفايبر ثلاث حاجات كولاجين فايبر الاستيك فايبر والتيكلا فايبر كنا خدنا انواع التيشو بتاعت الكونكتيف تيشو نوز كونكتيف تيشو ريجولار دنس كونكتيف تيشو ريجولار دنس كونكتيف تيشو فات كونكتيف تيشو او ديموس كونكتيف تيشو الاستيك كونكتيف تيشو واخيرا خدنا الريتيكولار كونكتيف تيشو مش خدنا الكلام ده قبل كده؟ الانتيكلا كونكتيف تيشو دي موجوده في موجوده في الانتيرو بتاع الاورجنز ليه سموها ارتيكولا؟ لانها الفايبرز بتتفرع بتبقى عامله بلانش زي ورق زي فوق الشجر وتتحد مع بعضها وتعمل لي تركيب شبكي اللي هو الارتيكولا ارتيكولا يعني شبكه زي شبكه السياره شبكه الشبكه دي او الارتيكولا دي فايدتها ايه؟ ان هي الخلايا نفسها الوظيفيه اللي هو برينكما على حسب الاورجن بقى في الليفر تبقى هيباتوسايت في الاسبرين تبقى الليمف سايت في الليمف نوت تبقى الليمف سايت على حسب في البنكرياس وفي الثيرابي بلان تبقى سيناريو بتتسكن فين في التركيب الشبكي يعني واضح يا شباب الريتيكولا فايبر دي الريتيكولا دي معموله من الريتيكولا فايبر والريتيكولا سيل زي ما هي خلاص طب اذا البرينكما عندي الجزء الثاني البرينكما او الجزء الوظيفي بقى اللي هو بيقوم بالوظيفه لو في حالتها في حالتها انا في الاميون او في النفاي اورجانز اللي هي مكون اساسي من الليمفويد تيشو لان الليمفويد ماشي البريكم هنا بتبقى صوره ايه؟ خلايا لمفاويه، خلايا ايه؟ كلها لمفوسايتس، كلها ايه؟ لمفوسايتس، عندي انواع من اللمفوسايتس خدناها قبل كده في البلد اللي هم اللارج والسمول، والسمول ارجع اقسمهم لبي ودي صح ولا لا؟ البي 25 والدي كام؟ 75 والبي مسؤول عن الهيبر ايمينتي او البرودكشن اوف انتي بوديز وعشان تعمل برودكشن انتي بوديز ما بتعملهاش على طول لا دي بتتحول للبلازما سيلز والبلازما سيلز هي اللي بتعمل لك الايه؟ الانتي بوديز ماشي؟ والاما التي لينفوسايت فدي مسؤوله عن السيل ميونيتي ودي متقسمه لسيل كذا سيل بوبوليشن زي التي بسميها تي سيلز زي التي كيلر سيلز ماشي والتي سبريسر سيلز والتي ميموري سيلز والتي هيلبر سيلز يعني ماشي؟ مش كده يا اولاد؟ دي بوبوليشن هل في انواع تانية من الليمفوسايتس غير البي والتي؟ في انواع تانية زي ايه ده؟ زي النار سيل في حاجه اسمها النار سيل ان يو ال ال خدتوها؟ خدتوها؟ وفي كيلر سيلز وفي ناتشرال كيلر سيلز ايوه دي برضه الليمفاتيك سيل ولا دي انواع من الليمفوسايتس لكن احنا ما بنعلقش عليها لان احنا دي هتاخدوها يمكن في الماكرولوجي او في اماكن تانية احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول البي والتي والليمفوسايتس حتى تحت الميكروسكوب ايوه ما اعرفش الفرق بين البي والتي ما اعرفش اقول دي بي ولا دي تي ما اقدرش لان هما اتنين سمول لكن الاختلاف بينهم ايه؟ الاختلاف بينهم وظيفيا الاختلاف بينهم ايه؟ وظيفيا لكن تحت الميكروسكوب ما فيش اختلاف الاختلاف موجود بين اللارج وبين الايه؟ وبين السمول ماشي؟ طب دكتور خلاص واللارج عشان هما كبار اعدادهم قليل والسمول عشان هما صغيرين اعدادهم ايه؟ كبير بس خلي بالك التي دايما بتبقى ديفيوز بتاخد شكل ديفيوز فورم اللي هو ده ديفيوز بين التي والفيزاز اما البي فتحب تتكور البي تحب ايه؟ تتكور وتعمل لي الليمفاتيك نوديول اللي هي دي تركيب الليمفاتيك نوديول عباره عن ايه؟
دي عبارة عن ليمفاتيك نوديول فالت انسايز من 200 مايكرو لغاية 1 ايه ملي. طبعا كل ملي بيحتوي على ايه؟ على 1000 مايكرو. يعني حجمها صغير جدا. حاجة صغيرة لا تذكر. ماشي؟ ودي بتركب من حاجتين، افتر زون وانر زون. الافتر بتبقى دارك. لان بتتكون من خلايا ديسلي باكت مع بعض، الخلايا بتبقى مترصصة جنب بعض جنب بعض جنب بعض. سمول وفيها ايه؟ وبتبقى ايه؟ سمول ليمفوسايتس مش زي الستين نيوكلياي اللي هي الطبقة الخارجية دي. دي بسميها ايه؟ اوتر او ريفرال زون. وفي انر زون او جنرال سنتر او مظلة، كل دي اسامي. حتى اللي بره دي ممكن اسميها كورتكس او كورونا. ماشي؟ بس انا بحب ايه؟ خلينا في السهل احسن. ايه السهل؟ يقول لك افتر زون وانر زون. او افتر يا بريفرال اريا، تمام؟ ماشي؟ اللي هي الخارجية ديس الباكت الليمفوسايتس. واللي جوه دي تبقى بين، لان الخلايا ما بتبقاش ايه مرصوصة قوي جنب بعض. ماشي؟ بتبقى لايك ستين او سنتر زون از كولد جنرال سنتر از كومبوزد اوف لارج ليمفوسايتس ويت ليمفوماتيك نيوكلياي. ماشي؟ ده السنتر بتاع الراجل بروفيشن بتاع يعني دي ليمفاتيك نوديول اللي هو البي ليمفوسايتس تحب تتجمع تحب تتكور. دي ما هنلاقي الشكل ده او التركيبه دي هنلاقيها في ايه؟ متوزعه. اقعد يا عبد الله مش لازم تسلم على الصف كله، مش هتاخد الصف الصفين يعني. دكتور انا عاوز اقول لك دكتور اتفضل يا استروما. في الفوليكل لا لا ما نرجع بالاستروما يا ابني، انت مال حولت ليه كده؟ استروما يعني استروما والله يعني هيك يعني فايبرس كده يعني والله ده لا الاستروما دي يعني كل شيء تشوى فايبرس تشوى ملهاش دعوه. احنا كل ده كلامنا في شبه سنه. انت في حلقه مفقود انت يعني احنا انا شخص وانت استرحنا شويه وبعدين يعني احنا بنتكلم في البرينتم في الليمفوسايتس. ايوه اسامه لا بقول لك لا 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 ده جنب بتبقى نقط صغيره دي بتبقى موجوده الاقيها في الليمف نوس او الاقيها في السبلين او الاقيها في الساينس تبقى موجوده. دي الليمفوسايتس زي ما بقول لك عشان قلت انا بقول لك جنرال استراكشر بقى ان الليمفوسايتس تبقى عادي ممكن تبقى البرينتم يعني او الليمفوسايتس حاضر اللي بره اسمه اوتر زون او كورتكس او كورونا. ماشي؟ والانر زون بسميها انر زون او جنرال سنتر او ميدال. بس بتبقى لوز اتاش. ماشي؟ بتبقى لارج ليمفوسايتس. كل ده البي ليمفوسايتس بتحب تتكون تعمل التركيبه الايه؟ الكرويه دي. اتفضل. بسميها ليمفاتيك نوديول. ليمفاتيك نوديول، نوديول يعني ايه؟ كور. نوديول يعني ايه؟ كور. حبوب. حاجه صغيره ها؟ تصغير يعني. اتفضل سؤال. انت قلت فيه ديفيوز ونيبولا كلها فيها الاستروما لا الاستروما دي بتاعت الاورجن على بعض كلها حتى بتاعت الاورجن على بعض. الاورجن على بعض ده زي السبرين. الاستروما بتاعته عباره عن كبسول كونكتد تيشو سته وارتيكولا فريمور. دي استروما ده هلكا تيشو. نيجي بقى للبرينكما. البرينكما اللي هو الخلايا نفسها الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي بتتوزع بطريقتين، تتوزع بايه؟ تزين. لا اما تبقى ديفيوز منتشر سكاتر كده، لا اما تبقى نوديولا. ده الليمفوسايتس الخلايا. ده الكلام ده على الخلايا اللي هي ديفيوز او ايه نوديولا. ماشي؟ ماشي؟ مالهاش دعوه بالاستروم. الاستروم ده الهيكل اللي فيه ده البناء النفسي اللي احنا قاعدين فيه. لكن الافراد دول هم دول البرينكما. ماشي؟ يعني الفرد ده مش ليه طعم وليه ارضيه وليه كراسي وكل ده. دي كلها دي استروما. لكن مين الجزء فعال؟ مين الجزء الشغال؟ مين فين البرينكما؟ مين اللي بيدرسوا؟ الطلبه. هم دول الليمفوسايتس. ماشي؟ فهمت الفكره ايه؟ دول بيتوزعوا يا اما يبقوا قاعدين كده جنب بعض يبقى في ديفيوز او ممكن يبقى كل واحد في حاجه في ناحيه يعني. زي يا جماعه اللي قاعدين ورا كده. دول ديفيوز. ديفيوز. في ليمفوسايتس. ماشي يا ولاد. نيجي للفول اورجنز الديفلوبمنتال بقى. الديفلوبمنتال ممكن اقسم الليمفاتيك اورجن او الفول اورجنز لاما برايمري اورجن لاما سكندري. برايمري يعني ايه برايمري؟ يعني الديفلوبمنت بتاعهم او الماتوريشن بتاعهم بيحصل قبل ايه؟ قبل الولاده. لان الطفل اولاد المناعه بتاعته قليله، ما بيحصلش المناعه بتاعته الا بعد ما ايه؟ لما بيكبر. الفول يمشي صح؟ كل الايميلي بتاعت بيجي عن طريق البلاسنتا عن طريق الام. عشان كده جهاز المناعه بتاعت الفيتس هي البلاسنتا، هي المشيمه. فهمنا؟ ولكن فار اورجنز ار ماتيور بيفور ذا بيرث، ودي بسميها برايم اورجنز. عندنا مثاليه. لا خالص. عندنا حاجه اسمها السايمس والبرسل. السايمس والايه؟ البرسل. والبرسل. خلاص؟
البكتيريا مش موجوده في اليومن، موجوده في الطيور، ولكن ليها بديل في الانسان اللي هم ايه؟ اللي هم البون مارو والليفر ماشي والاجريجيت اللي موجوده في الديفرنت اورجنز ماشي. ده البكتيريا. في السايمس اللي هي قلنا موجوده في الرقبه بيحصل ماتوريشن للتي ليمفوسايتس. للتي ايه؟ يبقى التي ليمفوسايتس اللي احنا جبنا سيرتها قبل كده في النوع من انواع البي ليمفوسايتس اللي هي مسؤوله عن السيلف ديتيميليتي سموها تي بي. حرف التي بي جه منين؟ من السايمس، لان هو بيحصل ماتوريشن ليها بيفور بيرث تمام في السايمس جلاس. هي دي اللي بتعمل الموبيليشن بتاع التي سيلز. فهمنا؟ اما البي البي حرف البي ده جه منين؟ جه من البرسه. جه منين؟ من البرسه. هل البرسه موجوده في الانسان؟ قال لك لا، موجوده في الطيور. امال ايه الاعضاء المماثله ليها اللي موجوده في الانسان؟ البون مارو والليفر ماشي والسايت يعني ماشي اولاد هم دول. طيب هنا ايه الفرق بين البرايمر والسكندري؟ ان دول الماتريشن بتاعهم بيحصل بيفور بيرث، دول بيحصل بيتاثر بيرث. هنا في البرايمر اورجن الريتيكولا بتاعتها او الريتيكولا فريم ورك بتاعها بتركب اساسا من الريتيكولا سيلز، بسميها الريتيكولا اكسيليا سيلز اكسيليا فانكشن. ده في البرايمر اورجن زي السايمس وزي البرس. الريتيكولا اكسيليا سيلز دي تبقى اكسيليا اورجن وتبقى وظيفتها سكريتوري، بتفرز هرمونز. بتفرز ايه؟ هرمونز وفاكتور. واهم امثال كده السايمس سيفري سايكوزين. لكن مفيش فايبر، نو فايبر، نو ريتيكولا فايبر. في ريتيكولا سيلز ويتش از هاز ميني بروسيسز اند يعني فورم ذا تيكولار فاكتور ايه ارينجمنت. خلي بالكوا يا اولاد ان دي بتفرز هرمونز فاكتور ويتش هيلب ان ذا ماتوريشن اوف ذا سكند اورجن. اما السكند اورجنز فبتحتوي على تيكولار فايبر وسيل، ولكن الاغلبيه بتبقى للتيكولار فايبر. والتيكولار سيل ساعتها بتبقى زي كام اورجن وملهاش وظيفه سكريتور. ملهاش وظيفه سكريتور، تبقى وظيفتها ايه؟ تبقى فاجوسيت. البرايمر اورجنز ذيز ار ذا سايمس اند بيرس اكويفلنت. شايفين يا اولاد؟ The T lymphocytes and the B lymphocytes migrate and inhabit يعني تسكن يعني certain areas in the second lymph organs اللي هي lymph nodes من spleen ومن mucosa والassociated lymphoid tissue. The primary organs are more distant في الأفيان يعني في البرز يعني، ولكن في human they are replaced by gut associated lymphocytes أو aggregates في الليفر والبون مارو. خلاص يا ولاد واضحة؟ طيب والT خد الT تبقى T lymphocytes وخد الB تبقى B إيه؟ واضحة الصورة؟ السايمس عندنا ثلاثة اورجان، عندنا السايمس والليمف نودز والسبلين. السايمس دي جلاند موجودة هنا في الأنتيو ميديا سباينال وبتمتد للروت بتاعة النك، موجودة بتبقى فور سور تو رودز موجودة بيفور يعني في الفيتا لايف وبتبقى أكثر بيرسون تكبر لغاية لما توصل ماكسيموم سايز بتاعها لغاية البيوبرتي. أكثر بيوبرتي بيحصل لها إيه؟ انفلوشن، بيحصل لها إيه؟ انكماش، اندمار، تضمن اند اند بكم ريبليس اند بيكمز ريبليس باي كونكتيف تيشو اند فات. ده في الاخر دلوقتي يبقى انا كده السيل بتاعتي قفلت خلاص، لان الوظيفه بتاعتها المفروض تقوم بيها قامت بيها خلاص، فلاش لازمه بقت انفيليوتد بقت مندمره. لكن طول ما الطفل لغايه ما تولد لغايه ما يوصل ريبيرتي بتبقى كبيره وبتفرز هرمون اسمه سايموزين. فائده السايموزين ايه؟ انه بيساعد تو ايه؟ ماتيور او بروليفريشن اند ديفرنشيشن اوف اذر ايه؟ لينفويد اوبجكت. ماشي يا اولاد؟ خلاص؟ طيب الاستراكشر بتاعها ايه؟ هنعيد نفس الكلام اللي قلناه. الاستراكشر ايه؟ السايبرز از فورم اوف ستروما اند برينكل. الاستروما بتاعتها عباره عن ثلاث حاجات، كبسول ويتش سراوند ذا اتش لوب سراوند باي كبسول. ماشي يا اولاد؟ ويتش سن يعني كونتين كونكتيف تيشو كبسول كومبوز ميد اوف كولاجين فايبر. كبسول سن السيرتا ترابيكلي ويتش بارت ديفايد ذا سيرفس اوف ذا لوب تو ميني ايه بيوز. فاذا كل لوب بيتقسم لنمبر اوف البيت باي ايه ذا سيرفس. وبعدين عندي الريتيكولا فريم ورك بتاعها ويتش از فورمد ميني اوف سيلز بسميها ريتيكولا ايبيثيليال سيلز بيكوز ذي ار ايبيثيليال ان اوريجين. ذي هاف سيكريتوري فانكشن، ذي سيكريت هرمونز اند فاكتورز. الهرمون بتاعها اسمه سايكو هرمون او سايموزين. والسايموس بالعربي اسمها غده السايموزيه، اسمها غده الايه؟ طيب ماشي يا ولاد؟ طيب ده البرينكما بتاعها. تعال نشوف شكل الجلاند. شكل الجلاند اهو ده لو شايفين ادي الجلاند كلها ده لوب ده كله، ودي اللي بره دي اسمها كبسول. اسمها ايه؟ كبسول. وبعدين تبقى عندي كونكتيف تيشو سيبتا بديفايد الجلاند او اللوب بنمبر اوف البيول. يبقى ده اسم البيول. اسمه ايه؟ البيول. كل البيول بيتركب من حاجتين، اوتر كورتكس او انر ميدالا.
في الاوتر كورتكس فورمز اوف دنسلي باكد لنفس سايتس، عشان كده الباب غامقه لان لنفس سايتس ار ريزوفيج. ماشي يا اولاد خلاص. اما المضلف تبقى ايه؟ تبقى عدد اقل من خلايا بتبقى من ريتيكولار ابيثيليال سيلز، ريتيكولار ابيثيليال سيلز اللي هي بنسميها سايمو سايتس او كيفي سايتوجين. دكتور دكتور حاضر بس ناخد البرينكما. البرينكما اتش لوك از كومبوزد اوف بريفرال دارك اريا كولد كورتكس مينلي كومبوزد اوف سمول لينف سايتس. اما السنتر اريا فتحتها على ايه؟ مينلي ميسيل ارتيكولار سيلز في لينفوسايتس. وفي حاجه كاركترستيك قوي موجوده في المظله بتاعت السايمس، ودي اللي بتميز لها السايمس عن بقيه الحاجات الثانيه، اللي حاجه اسمها هاسلز. هاسلز كده بتعرفش كده هاسلز كورباسل. هاسلز كورباسل او سايمس كورباسل. تمام. دي عباره عن ايه؟ عباره عن سلاسل ابيثيليال بكده بيلف بطريقه دائريه كونسنتريكلي اراوند يعني اسينوفيليك ايه؟ اراوند اسينوفيليك ايه؟ دي كورباسل فانكشن بتاعتها مش معروف. مش ايه؟ مش معروف. وبعدين الكورباسل ار ذا موست بروميننت فيتشر اوف ذا سايمس. تعالوا نشوف الكلام ده. ادي الكورت، ادي الجراند على بعض، ادي الحته اللي بره متقسم لنمبر اوف نيوز باي مين اوف سيبتا. عرفت فاتي في التوتالابيكال ايه والسبتا؟ ان لما ديفايد الجراند نمبر اوف لوبيولز عندي جوه هنا عندي الحته الفاتحه دي اسمها الميكاندا. ايه الحاجات الجايزه دي؟ ما شاء الله. طيب عندي خلاص عندي هنا ادي الكورتكس اهي، وعرفنا ليه ده، وعرفنا هنا البين مضلع فيها ايه؟ فيها فيكرا تسليك السيلز، وفي عندي الهاس الكورباسل، وفيها شويه انفيسايز. دي هاس الكورباسل. تعالوا نشوف الهاس الكورباسل. شايفين النقط دي؟ النقط الغامقه دي؟ شايفينها يا اولاد؟ دي الهاس الكورباسل، واضح؟ لما نيجي نشوف الفانكشن بعد السايمس هنلاقي انها بتعمل ايه؟ اهم حاجه ان هي بتعمل لي الماتيوريشن بتاع التي، عشان هي سايمس بتعمل ماتيوريشن للتي لينفوسايتس اللي احنا قلنا عليها، وتثبت على اسمها. لان الخلايا دي بيحصل لها ماتيوريشن في السايمس جلاند. التي لينفوسايتس از ريسبونسبل فور ذا سيل ميديتد اميونيتي. تاني حاجة إنها بتعمل سكريشن اوف هرمونز اند فاكتورز ويتش ريجوليتد تي سيل ماتيوريشن بروليفريشن اند فانكشن ويزن ذا سايمس جلاند. ماشي يا شباب؟ تالت حاجة إنها بتفرد لي هرمون بسميه سايموزين أو سايموك هرمون از أوسو ريجوليت ذا ديفلوبمنت أوف أذر أورجنز أو أذر ليمفويد أورجنز. رابع حاجة إنها السايموك جلاند تعتبر إنها هيموبايتيك أورجن، هيموبايتيك أورجن خصوصا في الفيتال لاين. خلي بالك إن الكلام ده بيجي في الإم إس كيو. يعني السايموك جلاند او سايمس بيبقى لها هيموبايوتيك فانكشن امتى؟ في الفيتال لايف، في الفيتال ايه لايف. ده بالنسبه للسايمس دي ليها شريحه. نيجي للحاجه اللي بعديها الليف نود. الليف نود برضه ليه شريحه. ليه ايه؟ ليه شريحه. الليف نود برضه شوف شكلها عامل ازاي يا اولاد؟ عامله كده بين شيب اوفر او بين شيب، عامله زي حبه الفاصوليا. ماشي يا اولاد؟ ودي تبقى صغيره قوي، ممكن تبقى فيه مليمتر، ممكن تكبر. تكبر امتى؟ في حد لما واحد عنده التهاب او حد عنده كانسر. فهل ده بتكبر وتبقى طريه وفيري بينفول، وده دايما بنسميها الحيل. بنسميها الايه؟ الحيل. يقول لك ده عنده حيل. عارف سمعتوا الكلمه دي؟ يعني محدش حط ايده كده ساعات بنلاقي ان في حاجه بتوجعه؟ ساعات او حته هنا كده في الحته دي تمام؟ ولقى ان في حاجه بتوجعه؟ حاجه كده غده صغيره بتوجعه؟ اهو دي الليمف نود. دي اللي احنا بنسميها ليمف ادينايتس. ليمف ايه؟ ليمف ايه؟ مش خدتوا ليمف ادينايتس؟ ايه الليمف ادينايتس؟ اللي هو ايه؟ ده رياكشن من الليمف نوت، رياكشن هايبربلازيا، ان هو لما بيحصل باثوجينز او بكتيريا او اي حاجه الليمف نوت تبتدي بقى تستعد. تستعد ازاي؟ تولد لارج نمبر اوف لونج سايد. انتوا عندكم ايه دلوقتي؟ مايكرو. طيب مش لسه قدامنا خمس دقايق ولا سبع دقايق؟ هما ليه بيجوا بدري؟ انا ما بحبش الطريقه دي خالص. يعني المفروض ان بيجي الساعه 9 او بيجي في ميعاده، صح؟ معلش يا اولاد ما جراش حاجه، ممكن اخلصهم قبلها بدقيقتين. لكن ما بحبش حد يفتح عليا الباب بالطريقه دي. طب بس الدكتور يعني 50 دقيقه فيها عشان واحد يجي اهو. دكتور حمزه يا صاحبي، صلي على النبي. بس احنا هنخلص الساعه 9. حاضر ابشر. تمام. انا عمري ما بفتح باب على حد خالص، عمري. طب
هنا بالنسبه للليف نودز، فالليف نودز السايز بتاعها يعني ديفرنس تمام. عندنا طبعا زي ما عرفنا في اجزاء الليف نودز في الابر ليمب، وعندي الانجوانا ليف نودز حتى في السوركس. يبقى في السوركس عندي جوه هنا عندي بالمونا الليف نودز، وعندي ميدياستاينا الليف نودز بيتوزع على حسب الاماكن. وفي البطن بيبقى عندي مني بارا اورتيك ليمف نودز اللي هي بتاخد مجموعات زي السيليا وزي ميزنتيري وزي فيهم ميزنتيري ليمف نودز. ماشي يا اولاد؟ دي كلها محطات او اجريجيشنز اوف ليمف نودز. السايز بتاعها بيبقى فاريبل، لكن بتزيد في السايز امتى؟ في حاله الانفكشن او في حاله الانفلاميشن او في حاله الكانسر. ماشي يا اولاد؟ خلاص. بس في الكانسر بتبقى انلارج لما بيحصل كانسر بلس الاجزاء اللي في النص بتكبر، صح ولا غلط؟ بس بتبقى انلارج بتبقى هارد، بتبقى ايه؟ هارد، وتبقى نان بينفول. لو الليف نودز عندك حسيت ليف نودز هنا ولقيتها كبيره ونان بينفول تخاف، مش انت يعني ستات ليه؟ لانه بيبقى ده انديكيتور ان هو بيبقى ممكن يبقى فيه ايه متاسس. لكن لو انت الليف نودز كبيره يبقى ده فيه ايه وبينفول، يبقى ده معناه ان فيه ايه؟ انفلاميشن. ماشي يا اولاد. الليف نودز الاستراكشر بتاعها برضه عباره عن ايه؟ استروما برينكيما. استروما بايه؟ برينكيما. الاستروما بتاعتنا ثلاث حاجات، الاستروما بتاعتنا ثلاث حاجات، الاستروما بتاعتنا ثلاث حاجات. ايه هما؟ كونكتيف تيشو كابسول، كونكتيف تيشو ترابيكولي، استروما ايه؟ وريتيكولا فريمورك. تعالوا نشوف الكلام ده. الاستروما ادي الليف نودز، ادي الكبسول والترابيكولي زي الليف نودز، وبعدين جواها بتبقى كونكتيف تيشو سيتا ويتش ديفايد الليف نودز يعني نمبر اوف كومبارتمنت. وبعدين عندي ريتيكولا فريمورك. ريتيكولا فريمورك عشان هنا دي عباره عن سكند الاورجان. السكند الاورجان دي عباره عن ريتيكولا ابيثيليال ايه فايبر، عباره عن ايه فايبر، عباره عن ايه فايبر. السيلز العدد بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. الفايبر بتاعتها بتبقى ايه؟ قليل. خلاص يا اولاد؟ ماشي. ده بالنسبه للستروما. البرينكيما بتاعتنا بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى اوتر كورتكس وايدا المضله، اوتر كورتكس وايدا المضله. اما الكورتكس فبتبقى ديفايدد لكومبارتمنت. تعالوا نشوف الطريقه دي، هتشوفها ادي الاوتر كورتكس دي تبقى ديفايدد انتو كومبارتمنت بالطريقه دي. شايفين كل كومبارتمنت من دول بيبقى فيه حته اوتر ويتش از دارك ان كلر وحته سنترال. ماشي. دي اللي احنا بنسميها الليمفاتيك نديول. الليمفاتيك ايه؟ نديول. شايفين يا اولاد؟ الليمفاتيك نديول اللي احنا خدنا الاستراكشر بتاعها قبل كده ان هي الاوتر بتاعها الاوتر زون دارك اللي هي بتبقى دارك ان كلر والانر. ماشي يا اولاد؟ خلاص. بالنسبه للليمفاتيك يبقى ده الاستراكشر بتاعها ادي البريتما السايد خمسه وثلاثه سنون سبايك تو اوتر دارك كورتكس عباره عن كورتكس ومدرس. بالنسبه للسيركيليشن بتاعت الليف طبعا دي بيجيلها ليمفاتيك، هنا بنسميها افريج ليمفاتيك. افريج ايه؟ ليمفاتيك. لان الليمف دي مكانها فين؟ مكانها زي ما قلت لكم تبقى معموله في قلب الايه؟ موجوده على الايه؟ ليمفاتيك فيزلز. الليمفاتيك فيزلز تبقى دي موجوده في حته او بتبقى تراند باي دي ايه؟ ليمف نودز. عندي ليمفاتيك فيزل ماشيه بيبقى ايه؟ بتخش يعني تخش فيها الليمفاتيك فيزل تخش في الليمف نودز دي. ماشي. فبيخش من هنا الليمفاتيك فتسميها افري، اسميها ايه؟ افري. ويطلع من هنا الليمفاتيك اسميها ايه؟ افري. الليمفاتيك فازل دي شايله ايه؟ شايله الليمف تمام. والليمف ده فيه ايه؟ الحاجات الغريبه والحاجات الفورم بودز. فهنا لما بتخش الليمف نود يعني بتعمل لها ترابنج للايه؟ للزيت فورم بودز اند ديز باكس ديز. لما بتعمل لها ترابنج بيحصل ايه؟ بيحصل رياكشن او بيحصل ريسبونس. لو ما فيش حاجه بتعدي بسلام او لو في حاجه قليله بتعمل لها ريسبونس بسيطه، لكن لو في حاجه كتيره يحصل ريسبونس اكبر. لو حصل ريسبونس اكتر يحصل انلارجمنت او يعني بروفريشن ليف نودز بتحصل ايه؟ انفلاميشن. ماشي يا اولاد؟ واضح؟ طيب. فده بالنسبه للسبلين. ده الاسترش هكمله ان شاء الله المره الجايه، هتفق معاكم على ميعاد تاني.